وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة نجوى عبد اللطيف جناح، مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مساء الخير أستاذة نجوى، بداية، إلى أي مدى تطور عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني في عام 2001؟ مساء النور وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. الحقيقة أن ميثاق العمل الوطني قد أرسل المبادئ والأسس لإطلاق روح الحيوية في عموم المجتمع البحريني. نعم. فقد ضمن وكفل حق إنشاء منظمات أهلية، والمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية قد قام بعدة دراسات وبحوث بالتعاون مع بيوت خبرة متنوعة مثل برنامج الأمم المتحدة والتشاريتي كوميشن وغيرها من المؤسسات لتدرس مدى النمو في المجتمع المدني، وقد خلصت هذه الدراسات إلى تطور في حجم المجتمع المدني وفي نوعه وفي كيفيته. فقد زاد عدد المنظمات الأهلية منذ قبل عهد الإصلاح أو قبل عهد صدور الميثاق الوطني من 150 منظمة أهلية تقريبا إلى أن وصل الآن 631 منظمة أهلية بحسب آخر إحصائية صادرة من إدارة المنظمات الأهلية. نعم. كذلك ظهر لدينا نمو في عدد مجالات المنظمات الأهلية، فقد وصلت إلى حوالي 23 مجال، فقد زادت الجمعيات الشبابية، الاتحادات وغيرها من المنظمات الأهلية. والجميل في ذلك أن الدراسات بيّنت أن هناك تنوع واسع في التشريعات والقوانين التي صدرت بعد عهد الميثاق أو منذ عهد الميثاق. فهناك تشريعات في قانون 21 لسنة 89 زادت أو أضيفت مواد تسمح بتسجيل اتحادات للمنظمات الأهلية، والاتحاد هو مستوى أعلى من الجمعية أو المنظمة الأهلية. نعم. كذلك ظهرت عندنا هناك تشريعات متخصصة لتسجيل منظمات أهلية، فهناك قانون الإرشاد أو قرار الإرشاد الأسري وقانون أصحاب الهمم وقانون كبار المواطنين. هذه القوانين تسمح بتسجيل منظمات أهلية متخصصة في هذه المجالات. وكذلك إذا تتبعتي أستاذة يعني المنظمات الأهلية تجدين أن هناك منظمات غير ربحية صدرت بمرسوم. أيضا ظهر لدينا نوع آخر من المنظمات الأهلية بأن القوانين والتشريعات تسمح بتسجيل فروع من منظمات دولية خارج البحرين أن يكون لها فروع داخل البحرين ومكاتب تنفيذية، وتكون هذه المنظمات تصدر بقرار من مجلس الوزراء. هذا التنوع في التشريعات ضمن التنوع في أنواع المنظمات الأهلية، وبالتالي تستطيع المنظمات الأهلية أن تزيد في مساهمتها في الشراكة المجتمعية. ناهيك أيضا كذلك أستاذة تجدين أن هناك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر قرارا بتأسيس مركز تنمية العمل التطوعي، وهو يضمن فرص للتطوع في عدد ساعات محدودة وفرص محدودة لمن لديهم فرص قليلة للتطوع، فبالتالي هناك تنوع في ساحة المجتمع المدني. نعم. نعم سيدة نجوى عبد اللطيف جناح، مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا لك.